فرنسي الرسام كارتوش. الأوضاع تشتعل والغرب يتدخل، وفاغنر هبطت في النيجر، وإيكواس تتراجع، ونيجيريا تعلن خطة المجموعة بعد الجولة القادمة من محادثات الخميس، وأمريكا تفشل في إعادة بازوم، وبلينكين يعترف لن نتمكن من إعادة بازوم. لا حل سوى الدبلوماسية والحل السلمي، وتبدأ محادثات مع المجلس العسكري، وتشياني يعين رئيس وزراء جديد في خطوة نحو ازدياد حدة المعركة مع الغرب، وكييف تستمر في انتهاكات دور العبادة في كورسك، ومكتب زيلينسكي يعلن التفاوض ووثيقة سلام مع بوتين، وروسيا تستعد لإطلاق صاروخ نحو القمر. فهل ستنسلخ من محطة الفضاء الدولية؟ فاغنر تتدخل وإيكواس تتراجع، وأمريكا تبدأ مفاوضات مع المجلس العسكري، وزيلينسكي يعرض وثيقة السلام مع بوتين. بعد أن أعلنت إيكواس انتهاء المهلة التي حددتها للجيش في النيجر والمجلس العسكري، بدأت في خطوات التراجع، وذلك بعد أن رفض البرلمان النيجيري رفض التدخل العسكري في النيجر، خاصة وأن بولا أحمد تينوبو الرئيس النيجيري هو الرئيس الحالي لمجموعة إيكواس الاقتصادية، كما أن السنغال بدأت في مواجهة بعض المظاهرات العارمة فيها لتصطدم إيكواس بقوات فاغنر الروسية التي هبطت في أراضي النيجر، كما اصطدمت بالحليف الأقرب للنيجر وهو الجزائر. حيث قال أجوري نيجيلالي المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو إن الرئيس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس التي يرأسها يفضلان حلا دبلوماسيا وسلميا في التعامل مع الانقلاب العسكري في النيجر. وفي ذات السياق أبلغ المجلس العسكري في النيجر إيكواس التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب أمنية. وذكرت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجهة إلى ممثلية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي: السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة. هذا وأكد دبلوماسية أمريكية بارزة أن قادة المجلس العسكري في النيجر رفضوا السماح لها بلقاء الرئيس الدستوري محمد بازوم، والتي قالت إنه يخضع لإقامة جبرية فعلية. وأضافت فيكتوريا نونالد وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية أن الضباط بالمجلس العسكري في النيجر لم يستجيبوا للضغط الأمريكي من أجل إعادة البلاد إلى الحكم المدني. وصرحت نونالد للصحفيين: كانوا حازمين تماما بشأن الكيفية التي يريدون المضي قدما بها، ولا يدعم دستور النيجر ذلك. وتحدثت نولاند بعد اجتماع استمر ساعتين في عاصمة النيجر نيامي مع بعض قادة الانقلاب في البلد الذي كان شريكا هاما للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. وأضافت نولاند: إذا صنفت الولايات المتحدة الوضع في النيجر على أنه حكومة منتخبة ديمقراطيا أطيح بها بوسائل غير دستورية، فإن القانون الفيدرالي يتطلب قطع معظم المساعدات الأمريكية وخاصة العسكرية. وبعد زيارة رسمية لوكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، تبين أن المجلس العسكري في النيجر لم يوافق على ضغوط الغرب لإعادة السلطة للمدنيين، بل وأيقنت أمريكا أن الحلول العسكرية لن تجدي نفعاً، لذا اتجهت لإعلان بدء الحل السلمي التفاوضي مع النيجر. وكانت نولاند قد أوضحت أن بلادها عرضت طرقاً لاستعادة النظام الديمقراطي، لكن مسؤولي المجلس العسكري لم يبدو اهتماماً يذكر، كما لفتت إلى أن الجانب الأمريكي أشار إلى مسائل عرضة للخطر فيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية والمساعدات الأخرى إذا لم يتم عكس الوضع وفق ما أفادت رويترز. وقالت: هم حازمون تماماً في وجهة نظرهم بشأن الكيفية التي يريدون المضي قدماً بها، وهي لا تتماشى مع دستور النيجر. في حين أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل الأزمة التي سببها الانقلاب في النيجر،
وقال بلينكن: من المؤكد أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل هذا الوضع. هذا هو نهج المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهذا هو نهجنا، ونحن ندعم جهود إيكواس لاستعادة النظام الدستوري. إلا أن رد المجلس العسكري في النيجر كان قاسيا للغاية، إذ أعلن أمادو عبد الرحمن المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر عن إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى إشعار آخر، وهي ضربة قوية للغرب التي تستهدف رحلات الطيران الأوروبية، الأمر الذي سيكلف الغرب وأوروبا مبالغ باهظة. ولم يكتف المجلس العسكري في النيجر بذلك، بل أعلن تعيين لامين زين علي محمان اقتصادي ووزير سابق للمالية رئيسا للوزراء بالبلاد بعد الانقلاب العسكري. ووفقا للبيان الذي أذيع على التلفزيون الرسمي للنيجر، يعين السيد لامين زين علي محمان بموجب قرار رئيس المجلس الوطني للحماية الوطنية ورئيس الدولة رئيسا للوزراء. ويشغل لامين زين حاليا منصب ممثل بنك التنمية الإفريقي في العاصمة التشادية إنجامينا، وسبق له أن شغل نفس المنصب في ساحل العاج والجابون. أما في الشأن الأوكراني، استهدفت القوات الأوكرانية أراضي دير في مدينة كورسك باستخدام مسيرة، ووفقا للمعلومات الواردة سقطت المسيرة الأوكرانية بالقرب من كنيسة تابعة لدير القديس نيكولاي في قرية غورنال ببلدية سودغانسك التابعة لمدينة كورسك. وأفاد رئيس الدير بإصابة أحد الحجاج جراء سقوط المسيرة على الدير، حيث قال: سقطت مسيرة على العشب في أراضي الدير في منطقة قريبة من مدخله، وأصيب حاج بجروح طفيفة في ذراعه وساقه، وأشار إلى أن مباني الدير لم تتضرر. وبعد ضربات بوتين المتتالية، لجأت كييف إلى إعلان وثيقة بعنوان فلسفة صيغة السلام الأوكرانية، والتي تم وضعها للتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية. ووفقا للوثيقة، فإن إحدى النقاط المهمة هي ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة في أوكرانيا، فضلا عن ضمان الدور الرائد الذي ستلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ذكرت الوثيقة أنه بالنسبة للأمن الغذائي لا يمكن ذلك إلا من خلال تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية دون عوائق عبر موانئ البحر الأسود. ومن المعروف أن الكرملين ذكر سابقا أنه يمكن للوضع في أوكرانيا أن يتحرك في الاتجاه السلمي بشريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار وكافة مطالب موسكو المعروفة للجميع. ومع تحركات روسيا نحو الخروج من شراكة الولايات المتحدة بمحطة الفضاء الدولية، أعلنت مؤسسة روس كوسموس أن الصاروخ الذي يحمل مركبة لونا 25 القمرية إلى الفضاء تم نصبه على منصة الإطلاق في مطار بوستوشني الفضائي، حيث تم نقل صاروخ سويز 2-1B وتثبيته على منصة S1 في مطار بوستوشني الفضائي استعدادا لإطلاقه نحو الفضاء. وبعد تثبيت الصاروخ بشكل عمودي، تابع الخبراء عملية تفقده وتحضيره للإطلاق. وتتركز المهمة الأساسية لمركبة لونا 25 على تنفيذ عملية هبوط سلس على سطح القمر وإجراء دراسات لقطبه الجنوبي.